السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجع لكم اليوم في الحلقة الثالثة من حلقات البريك أو حلقات الفحمات. هنا عندنا اللي هو الفحمات الخلفية، رفعنا السيارة وحطينا اللي هو السيفتي تحتها احتياطا، حطينا الكفر، أمننا المنطقة الأمامية من السيارة. راح نرجع نكمل في عملية التركيب هنا، لكن قبل لا نركب الأهم نتأكد من تأمين السيارة. زي ما قلنا دائما العفريتة تركب على هذا المسار الضعيف، هو المكان المحدد لتركيب العفريتة. المهم انك تأمن السيارة من الأمام، لأن ما راح يكون في عندك بريك بسبب انك راح تفك الجلنط، فالسيارة راح تكون ما يمسكها شيء عندك. عموما بالنسبة للبريك الخلفي الكهربائي في له عدة طرائق لفكه، هي طريقتين، الطريقة اللي ذكرها المهندس أحمد الحربي أو عن طريق الكمبيوتر، بحيث أنك تشبك كمبيوتر خاص، ممكن أنك تعطي أمر عن طريق الكمبيوتر أن الفحمات الخلفية تفتح عندك. الآن نطبق الطريقة اللي ذكرها أخونا المهندس أحمد الحربي، اللي هي عبارة عن فتح السويتش حتى تضيء عندك اللمبات، تضغط بريك، بتنزل الهاند بريك، بترجع تطفي السيارة، ترجع بعدين ايش تسوي؟ تفتح السويتش بالكامل، تضغط على دعسة البنزين بالكامل فول ثروتل، تضغط هذا للأسفل، 1 2 3 لحتى تضيء عندك. الآن نسمع الفحمات قاعدة تفك في الخلف، بكذا نكون دخلنا على المينتننس مود. طبعا نلاحظ بعد ما انتهينا من عملية الدخول على المينتننس مود راح تضيء عندنا هذه اللمبة مثل ما ذكر أخونا المهندس أحمد الحربي. نفس عندنا الكليبرات الخلفية رجعت بالكامل، نقدر الآن نغير الفحمات بكل أريحية. راح نطفي السيارة طبعا ونروح نشتغل في الخلف، وما ننسى ان احنا نأمن السيارة تكون ثابتة عشان ما تطيح علينا. بعد ما انتهينا من عملية الدخول للمينتنس مود، هذه المواد اللي راح نحتاجها: منظف فرامل W40، طبعا هذا يقوم مقام W40 ولو كان مسمى آخر، هذا للتزييت. نفس الشيء عندنا التماتك التوصيلة هذه أو اليد الأخرى، وعندنا حبة 14 وحبة 13، وراح نحتاج الواير بروش للتنظيف. وبكذا راح نكمل شغلنا. طبعا هذه اللي هي الفحمات الخلفية من واغنر، هذه نفس الفحمات، هذا كرتونها، هذه الواغنر التي كيو. نبتدي بحبة 13 ونفك فيها اللي هو البستم. كذا يطلع عندنا البستم بالكامل، ننتبه للأسلاك وللهوز هنا عشان لا يتأثرون لما نجي نشيله. كذا يكون طبعا رجع البستم دايركتلي لوحده للخلف، وراح نفك الفحمات حاليا، وراح نفك القاعدة هذه على أساس نطلع الهب بنفس طريقة تطليع الهب الأمامي. مجرد ان احنا نفك هذا له بلطين في الخلف نفس طريقة الفحمات الأمامية بالضبط اللي عملناها في المقطع السابق، وراح بعدها شوية ضرب من هنا، او اذا قلنا احد عنده نفس البولت نفس المقاس هنا يركبه وراح يطلع معاك الهب مباشرة. طبعا راح افك اللي هي الهبات الخلفية، راح اوديها للخرط مع انها نظيفة، لكن على اساس ناخذ افضل النتائج وعلى أساس لما نعمل تقرير للفحمات يكون فيه مصداقية كاملة. فك قاعدة الكليبر حبة مقاس 14، عندها بلطين نفس طريقة اللي قدام قلنا.
كنا نكون طلعنا كليبر كامل. هذا طلع معانا الهب، هذه طريقة فك الهب للمازدا 6 والمعظم السيارات مش بس المازدا 6. الآن نبتدي بعملية تنظيف الكليبر. أرسلنا اللي هو الهب للمفرطة، الآن بننظف اللي هي قلنا المسارات حقت الكليبر. دائما قلنا التنظيف والتزييت والتشحيم جدا مهم لجميع المناطق اللي تتلامس مع بعضها، في هذه الجهة أو في هذه الجهة. راح تلاحظون الفرق الآن بعد ما نتم عملية التنظيف، إن الفرق كبير، وهذه الأشياء ممكن تسبب لك أصوات أو تسبب لك خلل في البريك، شيء يخلي البستم ما يرجع بعض الأحيان، شيء يخلي الفحمة ما ترجع وتظل تتآكل وتسبب لك أصوات. شوف هنا بعد التنظيف، ونشوف هنا اللي لسه ما نظفناه كيف مليء بالأوساخ. فراح نتمم عملية التنظيف هذه والتشحيم والتزييت لحين ما يرجع لنا الهب من المخرط. بعد الانتهاء من عملية اللي هو الفرك، البروش، عملية التنظيف، نعطيه البريك كلينر أساس يروح بقايا الزيوت والأوساخ. الآن بنطلع هذه البلوط بنشوف إن كانت تطلع. إي والله تطلع، وراح نشحم. أتفق معاكم بهذه الطريقة، نظفها من الأوساخ ونشحمها ونردها مكانها أساس تعطي أداء أفضل في حركة البريك. راح نفك ثاني بعد، قلنا في عملية ثانية إن إحنا نفك الجلدة كده بالأول ونفك. لاحظ كمية الأوساخ هنا اللي جاية، كلها إن شاء الله ننظفها ونشحمها ونردها مكانها. لاحظ إن البلاستيكة في هذا الاتجاه، يعني لما تيجي بتركب اللي هو هذا فهي في الجهة السفلية اللي فيها البلاستيك هذا. بعد عملية تنظيفها راح نشحمه، نعطيه شوية من الشحم. كذا تكون ركبت بالشكل السليم، ونعيد الكرة مع البلط الثاني، ننظفه ونرجع نشحمه ونطبقه مكانه. جبنا الهب من بعد عملية الخرط، ننظفه زي ما قلنا بالبريك كلينر. نجي نمسحه ونتأكد من نظافته. طبق الهب نفس الفكرة. راح نركب بلوط الكفر على أساس نضمن أنه ما يطلع ويبهدلنا. الآن نرجع نركب القاعدة هذه زي ما كانت. طبعا عندنا هنا هذه مليانة أوساخ وبهدلتنا في الفك هذه البلوط، ففي هذه الحالة راح ننظفها شوي بالواير بروش. بعد ما نخلص من تنظيفها نعطيها بخة من الزيت، كذا يكون سهل تركيبها وسريع. نعيد الكرة مع الثاني. زيتها ونركبها.
الحين شدها الشده الكامله، تاكد من التقفيل. وكذا نكون انتهينا تركيب القاعدة الرئيسية للكليبر. نجيب الفحمات. ملاحظة جدا مهمة لازم تنتبه لها قبل لا تركب الفحمات، هنا لازم نلاحظ ان في فرق، في هنا النقطتين متباعدة وهنا النقطتين قريبة. بالنسبة للنقطتين القريبة فهذه احذر حذر تام انك تركبها في الخلف. ليه نحذر من تركيبها في الخلف؟ بسبب وجود أسنان في الكاليبر أو مكان البستم ممكنها راح تمسك مع هذا وتسبب خلل كبير عندك في نظام البريك. ففي الجهة الخلفية من داخل السيارة تركب هذه اللي فيها الحبات أو النقطتين هذه متباعدة. خليني أوريكم هنا الكاليبر، فيه عدة حفر هنا، الحفر هذه ممكن تسبب لك مشكلة لو حطيت اللي هي هذه، لذلك ما يصلح. فأنت تستخدم هذه اللي فيها النقطتين متباعدة. الآن نبتدي بعملية التركيب. قلنا قبل ما نركب راح نزيت ونشحم كل مكان، التصاق حديد بحديد أو بلاستيك بحديد كله راح يتشحن، زي هذه النقطة مثلا. الآن تركيب الناحية الخارجية، نتأكد أن الكلبسات هذه تكون هي اللي تركب بالأول، وبعدين بعد ما تركب نضغط على الفحمة للداخل وندفها. كذا تكون ركبت بالشكل السليم. نرجع ايش الان نركب اللي هو الكاليبر. في حالة تركيب الكاليبر الان راح تلاقي ان البستم ما راح يركب هنا بالضبط، بسبب ايش؟ ان البستم بارز ما رجع رجوع تام حتى على المينتنس مود. ففي هذه الحالة اضطريت اني استخدم اللي هي الزرقينة، طبعا مو عملية لف، عملية اني بس دفيتها، يعني كأنه انفصل من النظام الكهربائي وصار معتمد على النظام الهيدروليكي او النظام اللي هو البستم. فابد بالزرقينة رجع في نفس الوقت بعد ما رجعته. طبعا هذا ما بعد اللي هو المينتنس مود، مش قبل المينتنس مود. كذا الآن يمدينا نركب اللي هو البستم في مكانه، نتأكد انه يثبت بالشكل السليم هنا وهنا. راح نبتدي من هنا بعدين من تحت، كذا يكون لبس في مكانه الصحيح 100%. نشكل البلوط. كذا نشد اللي هي البلوط، تكون شدة مناسبة بس تكون كافية. وبكذا نكون أتمينا عملية تركيب الهب الخلفي وعملية تبديل الفحمات. النقطة الأخيرة اللي راح أسويها بعد ما أنتهي إني راح أرجع أنظف اللي هي الهب عن أثار الزيت اللي أنا بخيته قبل شوي، وبعدها راح نطلع على أساس نشيل المينتيننس مود. راح أوريكم اللي هي طريقة البرمجة.
طبعا هذا لا تخاف منه حتى لو شفته فك، لانه راح يثبت مع تركيب الكفر. بعد ما انتهينا من عملية تركيب الفحمات، نجي الآن لوضعية الخروج من المينتنس مود أو ما يسمى بوضع الصيانة. طبعا الموضوع هو عبارة أنك تفتح السويتش لحتى ما يولع، تضغط الدعسة كاملة، تعكس الاتجاه هنا للرفع بدل ما كنا ننزل، وثلاث مرات وبكذا راح نسمع الكليبرات. ترجع تقفل كذا، تكون عندي الكليبرات شدت بالكامل ونوزنت حسب ميزان الوكالة، وتكون اللمبة طفت من عندي، اللمبة حقت اللي هو المينتنس مود. وسلامتكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى، وأتشرف بانضمامكم للقناة، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك والشير. موفقين جميعاً.